فكذبوهما فعززنا
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
فيه
صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا قالوا يا ويلنا من
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولو نشاء لمس
فمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا قل يحييها الذي
أوليس الذي خلق السماء سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.